بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد صادق الوعد الأمين، صل اللهم وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الجمع المبارك الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الحق سبحانه وتعالى مستفتحا سورة الحجرات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. عرفنا في اللقاء السابق بوجه مختصر معنى التقدم بين يدي الله وبين يدي مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا هو أن يكون للعبد رأي مع الله أو مع رسوله صلوات ربي وسلامه عليه، وهو أدب أدب الله به عباده الصحابة الكرام فمن بعدهم لأجل أن يكونوا مع مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم على التسليم المطلق. وقلنا إنزاله على الواقع هو صلتنا أو علاقتنا بالسنة، وأن يكون المرء أن لا يقدم على السنة رأيه، وأن يتلقى السنة الشريفة كما يتلقى القرآن العظيم. ثم قال سبحانه: واتقوا الله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، يشير إلى أن التقوى التي هي ملاك الأمر كله وهي الأصل الأعظم في الدين، أصلها الأدب مع مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ألهم العبد على يد أهل التربية أدبا مع حضرة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك الأدب سيلهمه التقوى، والتقوى هي اجتناب النواهي وامتثال الأوامر. فلن تجد رجلا امرأة إنسانا متأدبا مع الاسم الشريف لا يذكره إلا بالسيادة، ولا يثنيه إلا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، متأدبا مع السنة الشريفة، متأدبا مع أهل السنة. لا تجد إنسان على هذا الأمر إلا والتقوى قد جارت على جوارحه، إشارة إلى أن أصل التقوى هي ذاك الأدب، واتقوا الله في ذاك الأدب. إن الله سميع لأقوالكم، عليم بأفعالكم وبنياتكم، لأن مدار الأمر على القلب. بعد أنها صلوات ربي وسلامه عليه، بعد أنها الحق سبحانه وتعالى عن التقدم بين يدي مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثنى بعد ذلك بنهي آخر وهو أدب آخر مع حضرة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. النهي صريح في ظاهره أن المراد إذا كلمتم سيد الوجود صلى الله عليه وسلم فاحذروا أن تكون أصواتكم أرفع من صوته، بل كلموه بصوت منخفض دال على ما في القلوب من التعظيم، على ما في القلوب من التعظيم. فإذا حل تعظيم مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القلب انساقت الجوارح إلى ذاك التعظيم. مظهر انسياق الجوارح، أول مظاهر انسياق الجوارح إلى تعظيم مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تكلموه
كأخي الصرار كما كان سيدنا عمر رضي الله عنه. بعدما نزلت الآية كان سيدنا عمر رضي الله عنه لا يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كأخي الصرار، يعني يساره كأنه يساره حتى يستفهمه سيد الوجود عليه الصلاة والسلام. يقول نعم، ماذا قلت؟ ارفع صوتك قليلا أسمعني، لأن الله قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. سادتنا الصحابة الكرام هم مظهر الأدب مع مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومظهر الاستجابة. لما نزلت هذه الآية بعدها بثلاث أيام افتقد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة يسمى سيدنا ثابت بن قيس. سيدنا ثابت بن قيس هذا كان خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان سيدنا حسان شاعره، وكان جهوري الصوت، يعني صوته مرتفع بالطبيعة. فلما نزل قوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، لزم بيته وغاب ثلاث أيام، قال صلوات ربي وسلامه عليه أين ثابت؟ من يأتينا بخبره؟ فقال أحد الصحابة الكرام أنا يا رسول الله، وذهب إلى داره فوجده غالقا على نفسه. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتقدك، أين أنت؟ قال منذ أن نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، خشيت أن أكون ممن يحبط عمل، لأن صوتي مرتفع بالطبيعة لا بسوء الأدب وحاشاهم، إنما طبعة. فجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل له يقول ثابت كذا وكذا، قال قولوا له لست منهم، أنت تعيش حميدا وتموت شهيدا وتدخل الجنة. سيدنا ثابت بأدبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدب الترك، ترك مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، غاب عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن يكون ممن يحبط عمل، فقال تموت شهيدا، فمات شهيدا رضي الله عنه في غزوة اليمامة ضد مسيلمة الكذاب مع سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه جميعا، سيدنا ثابت وكل الصحابة الكرام رضوان الله عليه. الشاهد أنه حينما تأدب بأدب الترك خشية أن يقل أدبه في حضرة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم جازاه الله بتلك الشهادة النبوية، تعيش حميدا وتموت شهيدا وتبعث وتدخل الجنة وبشارة، فهو من المبشرين فوق العشرة. رفع الصوت في حضرته صلى الله عليه وسلم خاص بالصحابة الكرام الذين عاشوا معه، ولكننا دوما نريد أن نتعلم ونعلم أنفسنا معا أن القرآن الكريم ينزل على واقعك. فما هو حظك أيها المؤمن الآن في معنى قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي؟ هذه الآية إسقاطها على الواقع له مظاهر عدة، من أعظم مظاهرها إذا أكرمك الله بأن وقفت بين يدي مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزيارة النبوية في الروضة الشريفة، فاحذر أن ترفع صوتك وأنت تكلم من معك أو بما شئت، فإنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره كما كان حيا في حياته، يسمعك ويراك، وهذا مقرر عند سادات أهل السنة. فإذا من أدابك بين يديه أن تخفض صوتك في الدعاء، تخفض صوتك في القراءة، تخفض صوتك في السلام عليه، تخفض صوتك إذا اضطررت أن تكلم من معك، وإلا فلا تكلم أحدا وأنت في حضرته صلوات ربي وسلامه عليه، وهو معنى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. من المعاني التي علمنا إياها سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أن لا يرفع الصوت فوق صوت من يقرأ حديثه صلوات ربي وسلامه عليه، فإن من تلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان السلف يعقدون مجالس الحديث ويروون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إمامنا مالك رضي الله عنه يعقد مجلس الحديث ويحدث، حدثنا نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا ويأتي بسنده وحديثه، وكان مجلسه كأن على رؤوسهم الطير سكوتا وإعظاما، لأنه علمهم الأدب مع سنة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من يرفع صوته والحديث يتلى كأنه يرفع صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليخشى
أن يحبط عمله وهو لا يشعر بذلك. من المعاني الرقيقة العظيمة التي علمنا إياها السلف الأدب مع السنة النبوية الشريفة في روضته في حضرته، نبقى دوما مع إمامنا مالك رضي الله عنه في زمن القرن الثاني للهجرة. كثر طلبة الحديث ولم يكن هناك مكبر صوت، فكان هناك شيء يسمى المستملي، والمستملي هذا هو طالب من طلبة الحديث يجلس إلى آخر حيث يظن أنه ينتهي الصوت، من بعده لا يسمع، فحينما يحدث الإمام بعد 10 صفوف أو كذا يقول الثاني ما قاله الإمام لأجل الصف العشر الأخرى. وكان في بعض المجالس يكون مستمريان أو 3 لأجل أن يسمع الكل. هكذا كان في العراق وفي الكوفة وفي كل الأمكنة. جاء إلى سيدنا مالك رضي الله عنه وقالوا له مجلسك كبير والطلبة كثر والأخير هناك لا يسمع، فلو جعلت مستمليا يرفع صوته لأجل أن يسمع الناس. فقال رضي الله عنه وأرضاه لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. لماذا؟ لأن رواية الحديث تلك وإن كانت حديثا لكن فيها سند وفيها رجال ولربما فيها شرح وفيها كذا، لا يرفع الصوت لأن مجلسه كان في روضة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يعلم الأمة بأن الأدب معه في روضته كالأدب معه في حضرته، كما كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. ومن أجل المظاهر التي علمنا إياها السلف والتي نشرح بها هذه الآية على واقعنا أن من تعظيم كلام مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا يرفع الكلام عليه أن الكتاب الذي يحوي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري وصحيح مسلم، إن كان عندك في البيت صحيح البخاري موضوع على رف ما فوضعت فوقه كتابا ما أيا كان غير القرآن فقد رفعت شيئا على رسول الله على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأدب أن لا يوضع فوق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، لا كتاب علم ولا أي كان، لأنه وحي كالقرآن العظيم. هل تضع فوق القرآن الكريم شيء؟ كذلك لا تضع فوق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. وهذا من إسقاط هذه الآية المباركة يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، لا ترفعوا شيئا فوق حديث مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، متلوا كان مسموعا مكتوبا أيا كان، ليكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعلى. لأجل ماذا؟ لأجل أن تستمد منه. ففي الختام نقول إنما أدبنا الله سبحانه وتعالى بهذه الآداب لأجل أن نعظم مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستمد من مدده. سمعنا عن شيخنا سيد محمد بن القائد رحمه الله تعالى يقول من رأى الأشياء بعين التعظيم استمد منها وصار عند الله عظيما. فإذا أردت أيها المؤمن أن تكون عظيما عند الله فعظم مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظم سنته ولا ترفع فوقها شيء. نسأل الله الكريم بجاه النبي العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجازي عنا مشايخنا خير الجزاء. ونسأله سبحانه أن يصلي ويسلم ويبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.